في الجبال هي عالية في الحضور يجي اليوم تضامنا مع عمر الرابي، تضامنا أيضا مع الإمام الرئيسي، تضامنا مع كافة المعتقلين السياسيين المختطفين داخل السجون الرجعية دون استثناء. اليوم تمت الجلسة ديال عمر الرابي اللي تم التأجيل ديالها اليوم 18 ماي بسبب رفض عمر أنه يتحاكم عن بعد. عمر الرابي كما لا يخفى عليكم أنه يخوض إضراب مفتوح عن الطعام، إضراب بعنوان البراءة أو الشهادة. رفقة الصحفي الحر سليمان الريسوني، هذان الصحفيان المحاصران بالجناح السادس بسجن الذل والعار عكاشة. صحافي لعنك معلم يكثر شخوخ ويكثر الطين ناس إيه. اليوم جيت نحضر المحاكمة ديال عمر الرابي. حنا كنطالبوا المحاضر ترجع للتحقيق، بان هادشي بزاف علينا، راه ما بقينا زعما بلادنا زوينه ولكن هادشي اللي تيوقع اليوم على يوم زعما هادشي ما راضيينش بيه. بلادنا زينه ولكن هاد الناس المفسدين بغيناهم المحاكمه، بغيناهم يتحاكموا، ماشي المحاضر غير يسخن على راسو ولا يهبط عباد الله. هبط 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 هبط، فين باغيين توصلوا؟ بركه علينا، الله يجعل شي بركه من الاعتقالات التعسفات، بركه من الاهانه، بركه من التزوير، بركه من الرشوه، بركه من التلاعبات. وقهرتونا وعينا والموت ولا المدلة، كون قتلتونا هزيتو الفردي وقتلتونا كنت تنيتو منو تنينا حتى حنايا. ترى بزاف هادشي، بزاف 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 هادشي. ضريتونا في خاطرنا، ما خليتو ما درتو لينا. حنا كنتحاكمو والشفارة والنصابة والخوانة والسمسارة والمخبرين الفاشلين ما كتحاكموهمش، كتحاكموا غير الناس مساكن الدراوش اللي ما تيعطيوش الرشوه وما كيزوروش وما كيظلموش. وتحيه نضاليه، وتنتمنى المعتقلين السياسيين يفرج عنهم، وشكرا. اليوم كانت الجلسه الثانيه ديال عمر قدام المحكمه. عمر ما حضروش المحكمه، اللي دارت السجن بغات تحضر المحكمه، وبغات دارتو كانوا ناويين انه يديروا له محاكمه عن بعد، ولكن عمر ملي بان حضر فعلا، حضروه ماشي حضروه على ديستانس يعني. قال على انه جدو، قال القاضي على انه كيرفض هذه المحاكمه، كيرفض هذه المحاكمه عن بعد، خصو يكون حاضر باش خصو يكون حاضر بحالو بحال حسب القانون يعني، ما يمكنش واحد يتحاكم وهو غايب. الدفاع بالنسبه للنيابه العامه ركزت على واحد على بحال كترد على عمر، على ان كاين واحد اللجنه ثلاثيه ما عرفتش ما سماهاش وما سماش الاطراف ديالها كاع، حيت كنا اللجنه الثلاثيه هي التي قررت المحاكمه عن بعد. المحاكمه عن بعد، الدفاع المداخله ديال الدفاع المرافعه ديالهم اكدت على انه هادشي ماشي قانوني، ما كاينش حاجه فوق الدستور. هذه لجنه تقنيه دارت واحد التقنيه معينه ما يمكنلاش تفرض على القضاء. وبالتالي الحضار ديال عمر ضروري، الحضار ديال المتهمين في قاعه ديال المحكمه ضروري. وفعلا القاضي قبل واجل المحاكمه حتى ال 18 شهر 5. بالنسبه للصلاح المؤقت، كان طلب بالصلاح المؤقت النيابه العامه تترفض جمله واحده، ماشي زعما كتبين علاش بدون مرافعه بدون حتى حاجه. النيابه العامه كترفض الصلاح المؤقت. الصلاح المؤقت القاضي قال غيشوف كل يوم غيشوف فيه، غيشوف يقرر في هذه المساله هذه في هذا النهار هذا. حنا كنستبعدوا ان شاء الله الصراحه، كنستبعدوا هذا القرار، كنستبعدوا زعما انه تيخاف. وهما مستمرين في الاضراب، هو ولا سليمان مستمرين في الاضراب. الحاله ديالو الصحيه ضعيف بزاف، فقد بزاف ديال الوزن،
بالاضافه للصحنه ديالو فعلا ضعيفه بزاف، ولكن ثابت وعارف اش كيدير، يعني عارف على شنو هي المسائل اللي كتسناه. هو ما يفرطابليس اللي بغا حقه هذا، ويرد على الظلم اللي هو كيعيشو الان لا ولا سليمان حقيقه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.